السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين. طبعا تغطية قناة الأيام الفضائية ما زالت مستمرة بذكرى شهيد المحراب. هذه الشخصية اللي تكلمنا بأول حلقتين أمس وأول أمس عن كثير من محطات حياته، هذه الحلقة اللي راح نتكلم على المسيرة العلمية ومسيرة الجهاد. اليوم خلي نتكلم على أي شخص اليوم بالعالم لما يكون أنه مجاهد وعنده خط ومسار معين من أجل يوم تحقيق مصلحة عامة، تحقيق مصلحة إسلامية، وفي عز الحروب والقتال ويقام اليوم أعتى نظام دكتاتوري عرفته ممكن المنطقة، ويذهب باتجاه العلمية، ما ترك العلمية، إصدارات من كتب، مشاركات علمية، جامعات، ندوات وغيرها من هذا الأمور. فاليوم احنا نتحدث عن شخصية جهادية وعلمية بنفس الوقت، فهذا اليوم أحد المميزات الكبيرة والكثيرة لشهيد المحراب. طبعا أحبة المشاهدين قبل ما نبدي حلقتنا ونرحب بضيوفنا الأكارم، خلونا نشاهد هذا التقرير وراجعين. رحلة علم وجهاد، آية الله العظمى محمد باقر الحكيم الذي فنى حياته مجاهدا في سبيل الله، شهيد المحراب. عرفناه محاربا للنظام الصدامي البعثي وزعيم سياسي، أسس المجلس الأعلى الإسلامي وفيلق بدر لمقاتلة النظام البعثي، وعرفته الحوزة العلمية مجتهدا وفقيها وعضدا مفدى للسيد الصدر، كما عرفته الأروقة الجامعية أستاذا جامعيا في علوم القرآن وسائر العلوم الإسلامية، وعرفته ساحة إيران والعراق وسائر أرجاء العالم الإسلامي رساليا ملتزما يحمل هموم المسلمين ويدافع عن شرفهم. ترأس المجلس الأعلى للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، كما كان نائب رئيس المجمع العالمي لأهل البيت. ولد السيد محمد باقر الحكيم عام 1939 في مدينة النجف الأشرف، وهو نجل آية الله العظمى المرجع الديني السيد محسن الحكيم، ويعود نسبه إلى الإمام الحسن بن علي عليه السلام. تلقى السيد الحكيم علومه في كتاتيب النجف الأشرف، ثم دخل المدرسة الابتدائية في مدرسة منتدى النشر التي أسسها الشيخ المظفر قدس سره. بدأ دراسته الحوزوية في عمر 12، وخلال 5 سنوات أخذ علوم النحو والمنطق والفقه والأصول. عام 1955 درس السطح العالي عند سماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين الحكيم، والجزء الأول من الكفاية عند شقيقه الأكبر السيد يوسف الحكيم، وواصل دراسته الجزء الثاني والمكاسب عند السيد الشهيد الصدر. درس السيد الحكيم خارج الفقه والأصول لدى كبار المجتهدين أمثال آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي وآية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم، وكان الشهيد الصدر يوليه اهتماما خاصا. عرف منذ سن مبكرة بنبوغه العلمي وقدرته الذهنية والفكرية العالية، فحظي باحترام كبار العلماء والأوساط العلمية، كما نال في أوائل شبابه من المرجع الكبير آية الله العظمى الشيخ مرتضى آل ياسين شهادة اجتهاد في علوم الفقه وأصوله وعلوم القرآن، وذلك في عام 1964. لم يتجاوز 20 عاما حتى ساهم في مراجعة كتاب فلسفتنا لعملاق الفكر الإسلامي المعاصر آية الله العظمى الشهيد السيد محمد باقر الصدر، وهي مراجعة لم تقتصر على اختيار العناوين، وإنما امتدت لتشمل مناقشة الأفكار والآراء كذلك. وكان لسماحة السيد الحكيم دور في تشخيص التصميم العام للمنهج في الكتاب، وكذلك قراءة الكتاب لمناقشة أفكاره ووضع العناوين وتقسيمها لفصول وموضوعات،
ومن ثم الإشراف على تصحيحه وطبعه، مارس تدريس السطوح العليا في فقه الأصول، وكانت له حلقة للدرس في مسجد الهندي في النجف الأشرف، وتخرج من تحت يديه علماء انتشروا في مختلف أنحاء العالم كشقيقه الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم والسيد محمد باقر المهري والشهيد السيد عباس الموسوي الأمين العام الأسبق لحزب الله اللبناني والشيخ عدنان زلغوط والعلامة السيد صدر الدين القبنجي والشيخ حسن شحاتة وغير هؤلاء كثيرون. انتخب عام 1964 ميلادي ليكون أستاذا في كلية أصول الدين في بغداد يدرس علوم القرآن والشريعة والفقه المقارن، ولم يتجاوز 25 سنة آنذاك. واصل السيد الحكيم علومه ناشرا معرفته مستمدا فكرا حداثويا جديدا طارحا فيه رؤية عميقة لتحويل الفكر الإسلامي من النظرية إلى التطبيق في مختلف الاتجاهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. غادر العراق إلى الجمهورية الإسلامية ليتحرك بخطى ثابتة مازجا العمل الجهادي والعلمي بعد 23 عاما من سقوط النظام البعثي عام 2003. عاد إلى العراق ولم تمهله يد الغدر طويلة حتى رحل شهيدا بيد الغدر والإرهاب. رجعنا وياكم أحبتي المشاهدين بعد ما شاهدنا واستمعنا لهذا التقرير اللي تحدث عن السيرة العلمية لشهيد المحراب وأيضا محطات مهمة بحياته الكريمة. طبعا نرحب بالضيوف الأكارم السيد نائل الموسوي إمام جمعة الصحابي مرقد الصحابي سليمان المحمدي، أهلا وسهلا حياكم الله ربي يخليك، وأيضا نرحب بالشيخ منير الطريحي عضو الهيئة العامة للمجلس الأعلى الإسلامي، أهلا وسهلا بك ربي يخليك. مرحبا سيدنا، اليوم نبدأ وياك بصفحة مهمة جدا، أنه اليوم شخصية محاربة من قبل نظام دكتاتوري، وتعرف بذيك الفترة النظام الدكتاتوري كانت له أيادي بمختلف الدول، مخابرات قوية، جلاوزة كثيرين، ويحارب وينظم ويوحد المعارضة، ولكن ما ترك اليوم شلون نقدر نسميها السيرة العلمية، ما ترك اليوم المسيرة العلمية، أصدر كتب مجلدات وغيرها من هذه المواضيع. اليوم كيف جمع الجهاد والعلم بآن واحد؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا سماحة السيد رحمة الله عليه هو تربى في حضن المرجعية، مرجعية سيد محسن الحكيم الذي أطبق العالم الإسلامي تقريبا على مرجعيته وتقليده، وكان هم السيد أنه بناء الجماعة الصالحة. سيد محسن الحكيم نشر المكتبات في كل الحسينيات، في كل المساجد، في محافظات العراق، وطبعا كان الداينمو المحرك هو سيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه. نعم. وكان يهتم بهذا الجانب اهتمام كبير، اهتمام بالطلبة، اهتمام بالشباب الواعي، فكان من خلال هذه المكتبات باسم مكتبة آية الله العظمى السيد الحكيم، سيد محسن الحكيم. وأذكر كنا في الحارثية حتى في المناطق في بغداد، أكثر من كثير من مناطق بغداد كانت فيها مكتبات يجتمع فيها الشباب. تقريبا بأي سنوات؟ هاي بالنهاية الستينات بداية السبعينات. نعم. بلي سمعت الشيخ. تفضل. هذه الحالة خلت وعي عند الناس. نعم. اهتمام بالشعائر الحسينية، اهتمام بالقرآن. أنا يعني أتشرف ولي الشرف بأني كنت أحد طلابه في كلية أصول الدين. كان يدرس
علوم القرآن. كم سنة يعني كان هو أستاذك بهذه المرحلة؟ 4 سنوات بكل مرحلة؟ 4 سنوات نعم. يعني خلينا نقول المركزة 2 سنين بس علاقتي به كانت علاقة مو فقط أستاذ وتلميذ، نعم، بل علاقة صداقة ومحبة، وكان هو يهتم كثير بالشباب، نعم، فكان يوجه. ويعني السفر من النجف إلى بغداد تلك الأيام مو سهل. شنو صعوبته؟ صعوبته أنه قلة المواصلات، سيارة ما عنده هو، تضييق أمني ممكن أيضا، قبل التضييق الأمني، نعم، أنه المواصلات الطرق كانت تعبانة، مو مثل الآن خط سريع وكذا، لا، نعم، أكو صعوبات. صعوبات، نعم. كان أسبوعيا يلتزم يأتي من النجف إلى بغداد لإلقاء محاضرة. يعني بهذه الفترة سمحت السيد أنه هو ما كان أنه أخذ مثلا سكن للأساتذة؟ لا لا لا, لا 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 لا، من النجف إلى بغداد، من النجف يجي يلقي محاضرة، يبات ليلة، يلقي محاضرة ثانية، يعني دروس ثانية للطلبة، ويرجع للنجف إلى يكمل حياته العلمية مع طلبته الحوزويين. فهنا أنا طلبة أكاديميين في كلية صور الدين، هناك طلبة يعني طلبة عاديين أو طلبة علمائيين، نعم. فعلى الحالتين كان هو يبني الجماعة الصالحة. نعم، انتقل إلى سماحة الشيخ منير الطريحي، عضو الهيئة العامة للمجلس الأعلى وأحد علماء الدين في قارة أوروبا. أهلا وسهلا بك. الله يحفظك. شيخ، أريد أبدأ وياك من نفس بداية سؤالي. اليوم شخص يولد في هذا البيت المبارك، والد زعيم الطائفة سماحة السيد محسن الحكيم قدس الله سره الشريف، اليوم هذا كيف أثرت بي بمسيرته العلمية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم وعلى جميع المشاهدين لهذه القناة، قناة الدولة الإسلامية حقيقة، وقناة القرآن، قناة الأيام. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قبل أن أدخل في الموضوع، هناك تمهيد أريد أن أبينه. نعم، هذا التمهيد سمعته منه بنفسه، قال: أنا حينما ولدت في بيت السيد المرجع حرمت من طفولتي ومن أيام الشباب، لأني ولدت في بيت كله علم ومرجعية متصدية، ولذلك فأنا لابد أن أنسجم مع هذا الواقع العلمي، ولذلك شخصيته انبنت مع هذه المرجعية، مرجعية علمية، مرجعية سياسية أيضا، مرجعية السيد الحكيم مرجعية قيادية. نعم. السيد الحكيم كان يتدخل في كثير من القضايا الدولية، صحيح، في قضية مثلا قناة السويس حينما أغلقت، نعم، دخل في قضية الجزائر، في قضية مثلا في قضية ليبيا، في كثير فلسطين، صحيح، في الباكستان. ولذلك هذا السيد الحكيم رضوى تشرب هذه الحالة، حالة العلمية، حالة القيادية، حالة المرجعية، حالة السياسية، حالة التصدي الاجتماعي. ولذلك فكان هذا السيد عبارة عن مجموعة وكتلة من فكر وعلم وقيادة تميز بها عن بقية الآخرين. ومن، نعم، هذا المنطلق كان السيد الحكيم يمثل المرجعية العليا. أنت تصور المرجعية قيادية مثل مرجعية السيد الحكيم التي أخذت مداها في كل أصقاع العالم. فعلاً. يمثل معنى هذا كم الثقل المرجع عند هذا الرجل. كان يمثل الوالد في المحافل الدولية وفي الاجتماعات العامة وفي الندوات الفكرية، وذلك إيمانا من مرجعية السيد الحكيم بقدرة السيد شهيد المحراب رضوانه، وهذا أيام شبابه كان يعني. نعم. فلذلك هذا يعتبر تميز خاص عند السيد الحكيم، فنشأ هو يتميز بهذه بكل هذه المواصفات. سماحة الشيخ، علاقتك العلمية السيد الحكيم، أولا أقول بالصراحة كانوا عندهم، أنا ردت أتكلم أيضا عن جانب آخر عند السيد الحكيم رضوان الله عليه، كان عندهم ما يسمى دورة الحكيم، سيأتي الكلام عنها يمكن في طيات الحديث. جيد. السيد الحكيم في أيام اللي كان عطلة مثل رمضان أو في أيام محرم، هذه الدورة اللي سنتكلم عنها كانت تعطل، فيقيمون ندوات لنا. نعم. هذه الندوات كان يحضرها كبار المثقفين والعلماء المتطلعين ثقافية، مثل السيد كاظم الحائري رضوان الله، الله يحفظه عفوا ويطيل في عمره، نعم، السيد محمود الهاشمي،
كان واحد هو مدير الدورة اسمه سيد الباقري. هذه بأي فترة؟ هاي فترة تقريبا بين السبعينات والستينات تقريبا. نعم. يعني نهاية السبعينات الستينات والسبعين بداية السبعينات. نعم يعني بنفس الفترة اللي كان أستاذ العلوم القرآن. كان نعم. فإحنا كنا نحضر عند أنا كنت طالب في المتوسطة والثانوية الإعدادية يعني. نعم. ثانوية. فكنا نحضر عند دروس في قضايا علوم القرآن في العقائد في التربية الدينية وهذا السبب هو الذي دفعني أن أدخل سلك الحوزة العلمية. اها يعني سمعت الشيخ انت كان في بالك انه تذهب لكليات اخرى انا كنت في كليه الهندسه جامعه بغداد واسمي بالجريده بالهندسه تركتها ودخلت في ذاك الوقت اللي بغداد. نعم. النجف كانت تحرم هي وطلابها من الدخول باذن الله لان تعرف نظام ما كان صحيح. يعني انا امثل لك مثال في كليه الطب ثلاثه من النجف اختيروا لانه كانت معدلاتهم اقوى من المعدلات اللي خرجت في جامعه بغداد في العاصمه بغداد. نعم. اضطروا ان يقبلوهم ثلاثه فقط وحينما كانوا يسيرون بالشارع كان الناس تؤشر هذا فلان بالطبي انقبل لعلمي وفضل. سمحت الشيخ حتى نوصل لنقطة مهمة جدا. فإحنا ما انقبل عذرا اليوم شخصية مثل حضرتك اجتهدت بالإعدادية وطلعت معدل عالي يقبلك لكلية مرموقة جدا وهي كلية الهندسة في أحسن جامعة في العراق جامعة بغداد. ما هي اللحظة اللي قلت لك لا خلي اتجه إلى المجال الحوزة؟ ها حينما شاهدت فكر هؤلاء وثقافتهم ووعيهم وتصديهم هذا اللون أعطاني حقيقة دافع قوي وديناميكية لكي أسلك هذا السلوك حتى أستطيع بواسطته أن أتصدر في المجتمع لهداية الشباب لشرح الإسلام لمعرفة أصول الإسلام الحقيقية. كيف هؤلاء وصلوا إلى هالدرجة من خلال هذه الدراسات الحوزوية؟ هذه دوافع كثيرة دفعتني. نعم. ولذلك أنا توجهت إلى هذا الجانب جانب الحوزة العلمية والحمد لله. والحمد لله والشكر. طبعا بهذا ما لم أترك الجانب الأكاديمي أيضا كنت أدرس في كلية الفقه حتى أكون قد حصلت على الجانب الحوزوي والجانب الأكاديمي. مبارك لك هذا الجمع هذا المبارك. سماحة السيد أكو موضوع تحدثنا قبل ما ندخل إلى الحلقة فحبيت قلت لك سماحة السيد على شنو نركز بمسيرة الشهيد المحراب وهي مسيرة عظيمة وكبيرة. تمام. تكلمت على موضوع الرؤية المستقبلية لشهيد المحراب. نعم. أكيد عندك مواقف بهذا الموضوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى السيد أول ما خرج إلى إيران. نعم. بالثمانين. سنة 1980. نعم. بعد أن راح إلى سوريا زار السيدة زينب سلام الله عليها وتوجه إلى طهران. بالسيارات أنا ذاك ماكو طيران. نعم. بالسيارة راح. فأول ما وصل إلى إيران معارضة لا توجد معارضة قال يجب أن تكون معارضة ومعارضة قوية لصدام لنظام حزب البعث. نعم. فاشتغل قال لأنه وهاي المعارضة تحتاج لها إلى قوة عسكرية لأنه العالم ما يفهم غير لغة القوة. إحنا ما نستطيع أن نأخذ حقوقنا إلا عندنا قوة. وسعى في هذا المجال وصارت إلى أن صارت يعني تطورت إلى أن صارت قوات بدر قبل ما تكون فيلق بدر قوات. نعم. بدر بدر الظافرة يعني الظافرة أحسنت. نعم. فهذا الآخرين تبعوا هاي المسيرة انه يعني هو اول ما هو أول معارضه ما كانت الموضوع اليوم مثل ما نقول بالاكاديمي والعلوم السياسيه النضال المسلح يعني مع السياسه. نعم. هناك نضال مسلح نظام مسلح. نعم. او الكفاح المسلح. نعم. او باللهجه اليوم باروقه الحوزه هو الجهاد. الجهاد في سبيل الله. نعم. المهم انه قوه عسكريه مسلحه هذه تقاوم النظام يلا يستطيع أنه العالم يسمع منك. فقط سياسة وإعلام ما يسمع منك إذا ما عندك قوة على الأرض. فصارت القوة وصارت المعارضة وتوجت أنه بتأسيس جماعة العلماء بداية بمباركة الإمام الخميني رحمة الله عليه وكان السيد الولي السيد الخامنئي عضو بهذه الجماعة ممثل للسيد العلماء هو. نعم.
السيد الخامنئي الله يحفظه إن شاء الله، نعم، كان ممثل للإمام الخميني في هذه الجماعة. في هاي الجماعة. نعم. المهم بعدين صار المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وضم كل المعارضة العراقية. لأول مرة توحد المعارضة العراقية بكل أطيافها كلها اتجاهاتها، وهو كان الرئيس. رئيس المجلس الأعلى بإشارة من سماحة الإمام الخميني رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. هذا بالنسبة للمعارضة. نعم. اتفضل. الرؤية الواضحة بعد عنده لما أجهضت المعارضة الانتفاضة الشعبانية بالواحد وتسعين. نعم. صار يأس عند الناس، عند العراقيين عموما اللي موجودين في إيران وغيرها، ولهذا صار الهجرة إلى أوروبا وأمريكا وكندا. صحيح. فطلعوا أنه بعد هاي ما أنه هو بقى مصر، لا، نبقى معارضة ونبقى نكافح ونناضل إلى أن نقضي على صدام. كان متوقع أنه زوال صدام قريب؟ مو قريب، بس قال لازم نزيله. لازم نزيله، كان عنده أصرار، رؤية مستقبلية لهذا. مسألة أخرى، لما اعتقلوا السادة آل الحكيم 74 أو 73 عالم من كبار العلماء، من ضمنهم سيد محمد سعيد الحكيم. صحيح. رحمة الله عليه. يروحون بالسجن ويقتل منهم، ويرسل إليه إنه أنت إذا ما تبطل السياسة وال يعني حسب تعبيرهم التهريج الإعلامي والسياسي والأعمال التخريبية، يعني الكفاح المسلح، فإحنا هذولا كلهم نعدمهم. تهديد قوي. يعني اليوم أي إنسان طبيعي عاطفته تميل إلى أهله، ينهار. نعم. أي إنسان عادي ينهار. نعم. لكن هو طلع بصلاة الجمعة وصاح أنه كما نادى الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء، هيهات من الذلة، يخيرني بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. فصارت يعني أعاد. ولهذا الإمام الخميني رحمة الله عليه أنه ذكر ومدح وقال ولدنا الشجاع. بهذه الوصف، ولدنا الشجاع. نعم. فهذه ولدنا الشجاع مو لأي شخص تطلق، ما معروف عن الإمام الخميني يمدح إنسان في حياته، في حياة الشخص يمدح، مدح للسيد الحكيم. نعم. ما شاء المحطة الله. الأخرى، الرؤية المستقبلية. نعم. حتى نشوف مدى قوة هذا الرجل. اتفضل. أنه السيد. القوات الأمريكية لدخولها بالعراق، قال ما نريد تدخل، وإنما ترفع الغطاء عن صدام. الدعم اللي ناطيته الصدام بعد الانتفاضة. نعم. الشعبانية. هذا الدعم خلي توقفه، وإحنا كفيلين بإسقاطه. يعني لا نريد قوات تحالف، ما نريدكم تحتلون العراق، إحنا. نعم. إحنا نقضي على صدام، بس أنتوا رفعوا غطاءكم عنا، دعمكم إلى. فهذه كانت يعني أحرجهم بهذا الضغط. مو بس أحرجهم. نعم. يعني الآن دنعاني من عدم تطبيق هذا البند. إلى الآن التدخل الأمريكي واضح. سماحة الشيخ، اليوم حديثنا هو طويل وكبير جدا عن المسيرة الجهادية والعلمية لشهيد المحراب، الفكرية أيضا. سماحة السيد تحدث عن قصة مهمة، قصة اعتقال آل الحكيم والإعدامات، وحتى وصلت المرحلة إلى الاغتيالات السياسية. أحد أشقائه في السودان اغتيل من قبل مخابرات الشهيد مهدي الحكيم من قبل المخابرات البعثية، ولكن استمر بموضوع الجهاد، استمرت مسيرته العلمية. هاي القوة من شنو يستمد بها؟ من وين ياخذها؟ للعلم، الشهيد الحكيم لم يكن ثوريا فقط حينما صار معارضا لصدام. نعم. وفكريا حينما تصدى لقضية الثورة الإسلامية. السيد الحكيم من يوم الأول كان يعني متطلع لبناء أناس قياديين يتصدون للمجتمع. هذا المجتمع ليس مقصورا على العراق. كيف هسان أقول؟ نعم. حينما أسس ما يسمى دورة السيد الحكيم في النجف الأشرف. بالضبط، هاي نريد نتحدث بها. هذه دورة. نعم. السيد الحكيم
هي عبارة عن جامعة عالمية مقابل ماذا؟ عن المسيحية في الفاتيكان. كما أن الفاتيكان تخرج قسيسين من أجل أن يعملوا لنشر المذهب المسيحي، الدين المسيحي، نعم، أو الدين المسيحي، أو ما يسمى بالتبشير المسيحي، تبشير، نعم. السيد الحكيم كان غرضه وأمله أن يقوم بعملية إخراج مجموعة من الطلبة لبنانيين وعراقيين وإيرانيين، لأن يعني ذاك الوقت كان الشاب بعده موجود يعني ذيك الفترة، نعم ديجة. نعم، وإيرانيين وباكستانيين وأفغانيين. هذه الدورة ليست دراسة حوزوية فقط، جمعت بين الجانب الحوزوي والجانب الأكاديمي. يعني كيف؟ نعم. تدرس الأصول والفقه، وتدرس علم الكلام، وتدرس المنطق، وهذين الدروس الحوزوية، إضافة إلى تدرس فلسفة واجتماع، وتدرس رياضيات، حتى يكون العالم، لأن هو كان غرض أن يبعث هؤلاء عن طريق مرجعية السيد الحكيم، نعم، علما يبعثهم إلى الخارج حتى يقوموا ولذلك العالم لابد أن يكون محور يتمحور حوله أبناء المجتمع، نعم، وهذا المحور لابد أن يكون مثقفا بكافة الجوانب، متطلعا، نعم، متطلعا بالقضايا الحديثة والقضايا. ولذلك هذا همه مو كان هم حوزوي فقط، كان همه سياسي كما قلنا، قيادي. وفعلا تخرج من هذه الدورة علماء كبار أغلبهم أعدموا، خصوصا في العراق. نعم، تقدر تذكر لنا أسامي؟ كثير، نعم، واحد مثل السيد نور الشوكي كان مثلا من جملتهم، هو سيد عباس الشسم رحمة الله عليه، سيد عباس الموسوي، كثير من علماء في أفغانستان في باكستان، هؤلاء كانوا يتصدون للأنظمة. ولذلك حينما كانوا يبعثون إلى الوكالات للمدن العراقية، صدام وجد أنه هناك حصلت ثورة ثقافية، ثورة دينية، خصوصا حينما أسس مكتبات. هاي المكتبات كانت تستقطب الشباب، وأي شباب؟ الشباب المثقف، الشباب الجامعي. فكانت هذه هنالك كثير من الندوات والجلسات الحوارية. هذه الجلسات أفزعت النظام، ولذلك حينما هو رصد النظام السيد الحكيم، وليش ما سجن أغلب كثير من المعممين، صحيح، لكن وجد في هذا قوة، في هذا إنسان جامع. كان النظام يخاف من اليوم الثائر المثقف، بالضبط، ولذلك هو حبس قطبين، نعم، الشهيد الصدر الأستاذ والسيد الحكيم في آن واحد. وحينما عرض على الشهيد الصدر أن يخرج من السجن، قال لا أخرج إلا أن يخرج السيد باقر الحكيم. السيد باقر الحكيم قال له لا تخرج، قال أنا لا أخرج ما لم يخرج أستاذي. هذين القطبين كانوا هم الأساس في عملية حركة المجتمع. وكان السيد الشهيد الصدر تعرف منطلق لعملية الحركة السياسية والعلمية والفكرية. هذه الحركة العلمية تميزت بتأليف كتب على مستوى الشباب، مثل مدرستنا، هذه كتب لمستوى الشباب، نعم، وعلى مستوى الدراسات العليا الاقتصاد، اقتصادنا وفلسفتنا، لكل فئة اكو شيء معين. يعني الشهيد الحكيم رضوان الله عليه للعلم لم يكن كما ورد في التلفزيون هنا أمام التقرير أنه راجع أو فلان. أنا سمعت من كثير من طلبة الشهيد الصدر، ولعله من نفسه، أنه كتب كثير من فصول الفلسفة وأصول فلسفتنا وأصولنا واقتصاد، هو كتبها، نعم. ولذلك تعبير السيد الشهيد الصدر أن السيد عضيدي المفدى، هذا ما جاء اعتباطا، يعني لأنه عرف قيمة هذا الرجل وفكر هذا الشيء. لو نشرح هذه الجملة، عضيد المفدى، عضيد يعني المفدى، يعني الإنسان إذا لم يكن عنده عضيد، وكما عبر الإمام الحسين عنه، عن العباس سلام الله عليه، هذا أخوته وأنه حامل الراية، هذا المعنى أراد أن يجسده الشهيد الصدر بهذه الكلمة. يعني لولا هذا العضد، ولولا هذا الشد، ولولا هذا المساعدة، ولولا هذا التمازج بيني وبينه، أنا ما كنت أستطيع أقوم بهذا الجهد العظيم. فالشهيد، نعم، الشهيد حصل على وسامين، نعم، أحدهما من الشهيد الصدر، ووسام آخر من الإمام الخميني حينما قال له ولدي الشجاع، وهذا قال له عضيدي المفدى. ولذلك فالسيد الشهيد كان يحوي يعني أسس علمية ثقافية، هذه الأسس العلمية استطاعت أن تخرج هذه الطاقات الضخمة
من الطلبة والعلماء، ولذلك أصبح محبوبا شعبيا، وهذا الاستقبال الذي شاهدته وهذا الالتفاف. والإمام الخميني كان يتعامل معه بصفة خاصة. أحب أن أذكر لك هاي القضية اللي ما حد يمكن يعرفها. نقل لنا كان المساعد أو مستشار رئيس الوزراء أيام حسين الموسوي، رئيس وزراء إيران اسمه السيد معيري. نعم. ذهبنا إليه بعد ما قتل صدام 2 من إخواننا في باكستان وأرسل برؤوسهم. المهم جلسنا هناك تحدثنا، ثم قال ما هو وضع الثورة الآن معارضتكم العراقية؟ فتحدثنا أيضا، ثم قال للعلم إحنا قاموسنا بارومتر مالتنا والمقياس والميزان مالتنا الإمام الخميني، حينما يتصرف بسلوكية معينة إحنا نعرف قيمة هذا الإنسان. فقال نحن كنا نذهب لزيارة الإمام الخميني رضوان الله عليه، ورئيس الجمهورية كان الإمام القائد السيد الخامنائي. نعم، رئيس الجمهورية بذيك الفترة. صح. يقول كنا احنا جالسين على الأرض والسيد جالس على كرسي ويتحدث. دخل السيد الحكيم فأراد أن يجلس، قال لا تأتي تجلس إلى جانبي. يقول نحن استغربنا. نعم. قائدنا، رئيس جمهوريتنا، عمل المستقبل كله احنا على الارض. نعم. كلما اراد قال لا لا لابد ان تاتي تجلس الى جنب. يقول احنا بنفس المستوى، يقول احنا انشغلنا بالنظر الى السيد الحكيم اكثر من سماع كلمه الامام الخميني. نعم. هذه قضيه. وقضيه اخرى ايضا هاي كنت انا حاضرها، توفى احد المسؤولين في الجمهوريه الاسلاميه، وكانت الفاتحه تعقد في مسجد معروف اسمه مسجد ارض، هذا اكبر من مسجد في طهران. نعم. طبعا تقطع الشوارع لان يحضرون المسجد. تقطع على السبيل خطبه الجمعه دائما في طهران؟ لا، مو جامعه طهران، هذا مسجد اسمه مسجد ارك في اسمه بازار، يعني سوق طهران. لا قصدي خطبه الجمعه في طهران المركزيه تكون في هذا المسجد. لا ما تكون، لا تكون في الجامعه او في الان استصار، ذاك الوقت في جامعه طهران. في جامعه طهران. هذا مسجد يقام فيه، مسجد ضخم. نعم. يقام فيه، تقام فيه الاحتفالات والفواتح للمسجد المركزيه. نعم. اي المركزيه. نعم. للوزراء لها، وتقطع الشوارع فلا. فكنا هناك ودخل السيد الحكيم، كان السيد محمد الخميني رضوان الله جالس، فجلس إلى السيد الحكيم، أو السيد الحكيم جاء عنده جلس. نعم. فقال له أنت ولد عاص. قال كيف سيدنا؟ نعم. كيف أنا؟ قاسي هذا شنو كلمة؟ قال له صار لك أسبوع واحد ما تزور الإمام وهو ينتظرك يوم يوم. هكذا الولد هكذا يعمل معي بهذه العلاقة العظيمة. نعم. يعني حينما أتذكر هذا أبكي، كيف أن الإمام الخميني يسأل عن هذا مع تعرف أيام حروب. صح. ودماء. صح. انشغال والعالم. نعم. وتهديدات للإمام. نعم. وعمليات إرهابية داخل إيران. أنت ولد، لأنه كيف أسبوع يقول أسبوع ما تزور الإمام. شوف جملة عظيمة. نعم. هذا شيء غريب. وايضا لي كلام مع السيد القائد هم اذا صار. نعم ان شاء الله. طبعا احبه المشاهدين تغطيه مستمره، ولكن خلينا نروح لهذا الفاصل وراجعين. الحكيم رجل فكر وعلم، قائد وزعيم سياسي مجاهد ومقاتل، قارع النظام طوال حياته، رجل دين ومرجع طبقت شهرته الافاق، ايه الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم، ذلك الشهيد الذي افنى حياته مجاهدا في سبيل الله، والذي سار على درب الجهاد والعلم ضاربا مثلا في الفقيه الإنسان، والذي ترك إرثا لا يستهان به، ونبراسا للحيارى والضامئين في عهد الجهل والخوف والظلام. لم يقتصر دور الحكيم طوال حياته على العمل السياسي أو حتى الديني، بل كان فقيها عالما مجتهدا كبيرا. للحكيم عشرات المؤلفات في فنون مختلفة، بعضها طبع وبعضها لا يزال مخطوطا، علوم القرآن، دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة، الحكم الإسلامي بين النظرية والتطبيق، القصص القرآني، الوحدة الإسلامية من منظور الثقلين، المجتمع الإنساني في القرآن، الأصالة والمعاصرة. ساهم بتأسيس الحركة الإسلامية في العراق ورعايتها، أسس مجلة الأضواء الإسلامية، وهي مجلة إسلامية ساهمت كثيرا في تشكيل الوعي الفكري والسياسي الإسلامي، أسس مدرسة العلوم الإسلامية في النجف الأشرف سنة 1966، وكان من ثمار تلك المدرسة تخريج عدد من الدارسين حملوا فيما بعد راية نشر الوعي الإسلامي في العراق.
وفي مختلف بقاع العالم الإسلامي. نشاطاته الثقافية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبعد التضييق والملاحقة من قبل النظام البعثي الصدامي، غادر العراق إلى الجمهورية الإسلامية، فاحتضنته حوزاتها تحت رعاية الإمام الخميني ليواصل عطاءه الفكري والعلمي، ليقوم بأنشطة ومبادرات عديدة وكبيرة، منها رئيس المجلس الأعلى للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، نائب رئيس المجلس الأعلى للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام، تأسيس مركز دراسات تاريخ العراق الحديث، تأسيس مركز للبحوث والدراسات، تأسيس مكتبة علمية تخصصية، تأسيس مؤسسة ومدرسة دار الحكمة، تأسيس مركز للنشر، تأسيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، تأسيس منظمة بدر. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين بعد ما استمعنا وشاهدنا هذا التقرير، المحطات العلمية الكثيرة والكبيرة والبارزة بحياة شهيد المحراب، اللي الآن كثير من الكتب مجلدات نستفاد منها ونقرأها وننتشر في المكتبات. نرجع مع سماحة السيد نائل الموسوي. سماحة السيد، أكو موضوع مهم جدا نتحدث به، أنه سماحة السيد الحكيم يتحدث مو باللسان الشيعي فقط، يتحدث عن القضايا الإنسانية بمختلف دول العالم، عن قضايا الأمة الإسلامية، عن قضايا الأمة العربية، مع العلم كان شعبه، كان بلده محتل من قبل نظام بعثي دكتاتوري قمعي إلى أبعد الحدود. يعني لو نتكلم مثلا عند أحد الإصدارات وهو الصراع الحضاري والقضية الفلسطينية، كيف كانت نظرته للقضية الفلسطينية وإحنا في ظل اليوم طوفان الأقصى؟ بالنسبة لسماحة السيد، طبعا هذا الموقف امتداد لموقف الأب سيد محسن الحكيم. نعم، كان يهتم بكل هموم العالم الإسلامي، مو فقط الشيعي، العالم الإسلامي بالضبط. ولهذا سيد رحمة الله عليه سيد محسن الحكيم أجاز الحقوق الشرعية، أعطاها للمقاومة الفلسطينية حدد بوقتها. نعم، يعني هذا فد شيء غير مسابقة، هو أول من قام بهذا العمل. نعم، امتداد. فالسيد الشهيد المحراب بعد ما أخذ من هذا البيت فاستمر، فكما يصفه مام جلال. نعم، طلباني الله يرحمه، يقول كان شهيد المحراب أو محمد باقر الحكيم للكرد أكثر من الشيعة، وللسنة أكثر من الشيعة. كان يدافع عن حقوق الكرد ويدافع عن حقوق السنة أكثر من هاي قوله هسه هو. نعم، كان همه هو مذهب أهل البيت سلام الله عليه، ولكن ما ينسى أنه يكون، يعني نظرته كانت نظرة عامة، نظرة عامة شاملة لكل مسلم، بل لكل مستضعف في العالم كان هكذا. نعم، فالسيد رحمة الله عليه سيصفه، احنا ذكرنا وصف الإمام الخميني رحمة الله عليه ووصف الآخرين. نعم، السيد السيستاني وهو المرجع الأعلى طبعا لكل شيعة هسه العراق. نعم، يعني هو أكثر بلد متواجد الغالبة. نعم، هو مرجعية سماحة السيد الله يحفظه إن شاء الله ويبقي خيمة على رؤوس المؤمنين. يقول كان أملي أن يقود السيد الحكيم هذه المسيرة والمسؤولية الكبيرة، كان أملي. يعني السيد السيستاني الله يحفظه يقول كان أملي هذا الشخص سيد محمد باقر الحكيم يقود المسيرة ومسؤولية كبيرة.
ولكن قاله النظام. كان أمنية السيد السيستاني أن السيد الحكيم هو الذي يقود المسيرة، التحول الديمقراطي بعد 2003. أحسنت. كالعملية السياسية فرضا، العملية السياسية الحالية هسه نسميها ديمقراطية بالمفهوم يعني، نعم احنا ما عندنا ديمقراطية الغربي، نعم ما عندنا ديمقراطية، وإنما عندنا إسلام. الإسلام. هو نعم. أكو رأس مالية وأكو اشتراكية وأكو إسلام. نعم. فالإسلام هو الذي يقود الحياة. قصدنا أن نقدر نقول التحول بعد 2003. أحسن. كأمور سياسية. هذا كلام من سماحة السيد، مو كلام عادي. سماحة السيد المرجع الأعلى، مو كلام عادي، أملي. نعم. يقول كان أملي أن هذا الشخص، هذا الرجل يقود المسيرة الجديدة. لي وباعتبار شاف مواقفه، وهو أول ما أجى للعراق سماحة السيد فسبق سيد محمد الحيدري إلى العراق، والتقى بسماحة السيد المرجع الأعلى، وكان طرح السيد الحيدري قبل مجيء السيد الحكيم أنه يريد يجي رأي سماحة السيد السيستاني بمجيء سيد باقر الحكيم إلى العراق لأن يكون مرجع سياسي. آه يعني بهذا الأدب والأخلاق والتواضع ممكن غيره لا يقول لك أنا هاي خلاص أدخل، يعني يأخذ الإذن ممكن يريد. لذلك سمعناه في النجف الأشرف وعند الإمام علي عليه السلام نعم نعم للمرجعية أكثر من مرة رددها. بلي بلي. نعم. فالسيد فرح بهذا، لأن قال هاي عندنا منطقة فراغ يكون هاي يمليها إذا ملاها السيد الحكيم، فشيء أنه إحنا نخلص من مسؤولية كبيرة. طبعا. فيتحملها المسؤولية الكبيرة، وهذا أمل. لهذا ذكر أنه كان أملي. أملي. نعم. سماحة الشيخ، نتحدث عن موضوع أنه فرضا يعني نتوقع لو لم تحدث هذه العملية الإرهابية الغادرة بحق سماحة السيد الحكيم شهيد المحراب، كانت غير الوضع السياسي، كانت تغير الوضع الخدمات، الجامعات، المدارس، غيرها من هذه الأمور. هم يعني فد يوم أنه في مخيلتك لما تجلس بوحدك تفكر بهذا الموضوع؟ طبعاً ما لا شك فيه. طبعاً أكو أحاديث تحدثت بها كثير من الملاحظات. أنا نعم. ما أريد أتطرق حتى لي يكون قدام يعني أمام الجماهير وأمام المستمعين. نعم. يعني مثل في تشكيلة المجلس أول مرة كانت جماعة العلماء، هم سألت عن جماعة العلماء شنو ما الغرض منها. تفضل تفضل. ثم بعد ذلك قبل المجلس على صار مكتب شؤون مكتب العراق، وكان رئيسه خلاه السيد الحكيم سيد أبو إسراء أكرم الحكيم، ثم بعد صحيح. ذلك عدة محطات، ثم آخر شيء صار والسبب أنا هناك عدة جماعة العلماء، السيد الحكيم أراد أن يشعر العالم بأنه العلماء والحوزة العلمية ليست بعيدة عن المجتمع، وهذا يحتاج إلى دليل. فالدليل أن حينما تقود يقود العلماء وجماعة العلماء المجتمع وينظروا للناس ويقفوا في المواقف السياسية يفهموا أن العلماء لهم هذا الدور الكبير. ولذلك هو ماذا عمل في هذه جماعة العلماء؟ جمع علماء متعددين، المستقلين من العلماء وعندهم توجهات حزبية، يعني مثلا كان الناطق الرسمي باسم حزب الدعوة الشيخ الأصفي في وقتها، صحيح. جمع مثلا آخرين، سيد محمود الهاشمي كعلمي، رمز علمي لا هو حزب، ولكن هو كان يعني سيد الحكيم يدفع لأنه قد يكون هو المرجع في المستقبل، ودخول مرجع في هذا يعطيها شرعية، طبعا مع شرعية الإمام الخميني طبعا، لأن السيد الحكيم رضوان الله عليه حينما تحرك كان يقول أنا لم أتحرك إلا تحت غطاء شرعي، وهي قضية مهمة في مسيرة المعارضة. نعم. ليش؟ لأن عندنا دماء، عندنا أموال، عندنا هذا كلها لها قيمة، يعني أموال ودماء وأعراض. فلذلك كان الغطاء الأول والده، ثم الشهيد الصدر، ثم الإمام الخميني. نعم. هذا ولذلك كان حينما يجي مثل سيد محمود الهاشمي الذي يعتبر هو من المتطلعين أو من الذين يعني مؤمل للمرجعية، هذا يكون أثر كبير لجماعة العلماء. فلذلك حينما أسس هذه الجماعة أراد أن يبين أن العلماء بمختلف طبقاتهم، المتحزب وغير المتحزب والمتطلع للمرجعية، كلهم هم القياديين الحقيقيين، فشكل هذه الجماعة.
وهو حينما شكلت الجماعة ما كان هو رئيسها، كان طرح سيد محمود باعتباره كان أراد أن يبين أن أنا مو يعني متصدي للرئاسة، وصار هو الأمين، هو الناطق باسم جماعة العلماء. ولكن المشنو لما صار هكذا أغلب الصحفيين، أنا ما أريد أن يعني أطرح، ولكن أقول بصراحة الصحفيون والسياسيون الكذا حينما كانوا يأتون إلى السيد، ماذا؟ السيد الحكيم هو الناطق الرسمي، فصار هو كأنه يمثل المجلس الأعلى. نعم. في الدور الثاني إلى السيد الحكيم. نعم. في حين المفروض كان يتوقعون مثلا على حال السيد. نعم. نعم. بالدورة الثانية اختير السيد الحكيم الرئيس، وصار الناطق الرسمي سيد محمود الهاشمي الله رحمة الله على وحده. أيضا السياسيون والصحفيون كلهم راحوا إلى يسألوا من السيد الحكيم اللي صار هو. نعم. يعني كأنه هو القطب الحقيقي للحركة الإسلامية، أينما حل تذهب إليه الأنظار. وطبعا ولذلك اختيار الإمام الخميني وقوله في هكذا، مو بس الإمام الخميني، أنا أقول السيد الإمام القائد الآن سيد الخامنئي، كنا في اجتماع جايين من الخارج وكان بعض المسؤولين، والسيد الله يطيل في عمره إن شاء الله السيد القائد قال اليوم نريد أن نسمع من الخارج، كل مرة أنا أتحدث هالمرة أريد أشوف في الخارج ماذا يحدث، فبدأ يسأل، فطرحت قضايا. نعم. فكان مرة من حينما انتهى الحديث أراد أن يعني يأخذون رأيه، قال أنا قبل أن أتكلم أسأل ما هو رأي آية الله الحكيم. السيد الحكيم يعني بأدبه وخلقه قال له سيدنا بخشيد عفوا يعني كيف أنا أتحدث وأنت؟ قال له لا 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 لا، رأي آية حكيم برأي ما أهمية داره إلى قيمة عندي هذا الرأي. قاعدين كلهم قاعدين ظلوا صافين، علماء شخصيات نعم. وزراء نعم. شنو ما هذا التفضيل فقط للسيد يعني الحكيم؟ نعم. فالدولة الإسلامية كانت تعرف هو لأن له أدوار كبيرة، هو كان الأساس في تأسيس المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب العالمية الإسلامية. نعم. هو الأساس اللي لحد الآن دا يصير مؤتمر سنوي، وهو رئيس صار. نعم. اختاروه هو رئيس، مع العلم هو مو إيراني. نعم. لكن لعلمه ولفكره ولتطلعه ولإبداعاته ولإطروحاته صار هو أساس تقريبا للمجمع العلمي لأهل البيت، هذا اختير. صار هو أستاذ في جامعة الإمام الصادق في طهران، أستاذ لجامعة المذاهب الإسلامية، صار أستاذا في قم، يعني مع اهتمامه ومع توجهه للقضية السياسية لكن لم يترك الجانب العلمي، كان كل أسبوع مرة أو مرتين يذهب إلى قوم، وهناك أنشأ ما يسمى بدار الحكمة. نعم. ودار الحكمة هاي مركز، أولا هي حوزة، دار للنشر، دار أيضا للدراسات العلمية، أسس ما يسمى مركز دراسات تاريخ العراق الحديث وجمع فيه كثير من القضايا، وأسس أيضا مكتبة ضخمة جدا. هذه العملية حقيقة الإنسان حينما ينظر اليوم، أنا أحصل شهادة دكتوراه في قسم من في التاريخ في الفلسفة في علم في أي شيء في الرياضيات، أكو قسم. أما السيد الحكيم كان يعني تعرف يعني غريب، عبارة عن موسوعة علمية يكتب في المجتمع دراسات. نعم. اجتماعية. نعم. المجتمع الإنساني في القرآن الكريم. صحيح. هذه وحدها تحتاج حقيقة تحتاج يعني لو عرضت على الجامعة أكثر من أن أقول دكتوراه تحصل بيها. ترك هذا هسه احنا نجي له. اجى الى السياسه، الحكم الاسلامي بين النظريه والتطبيق. رساله هذه ضخمه في العلم في العلوم السياسيه. زين تجي للقران، من اروع قصص القران كاتب هو. حينما تجي مثلا لقضيه المجتمع، الكتله، دور البيت في بناء الكتله، تجي مره ثانيه كتب في المراه، التفت الى الشباب، كتب في الشباب. زين هذا الرجل كيف يعني هذه التطلعات وهذا الامتداد العميق في القضايا، هذه ليست هينة. نعم. مع علمي أنه انشغاله بمقارعة أقوى وأعتى نظام في المنطقة، وهو كان عنده حالة من الكتابات الغريبة تلفت النظر، وعليه فالسيد. نعم. الحكيم إلى. نعم. الآن أقول بكل صراحة لم يفهم بالشكل الصحيح. نحتاج إلى حلقات وأيام كبيرة لنتكلم بكل تفاصيل، ما تكفي حلقة أو حلقتين أو ثلاثة ولا أكيد أكثر. كل التحية والشكر لك سماحة الشيخ منير الطريحي، عضو الهيئة العامة للمجلس الأعلى الإسلامي وأحد أبرز علماء الدين في قارة أوروبا، أهلا وسهلا بك. وأيضا كل التحية والشكر إلى سماحة السيد نائل الموسوي إمام جمعة
مرقد الصحابي سليمان المحمدي. شكرا جزيلا. الله يبارك ربي يخليك. احبه المشاهدين، مثل ما قلنا انه هذه التغطيه يعني ممكن نقدر نخلي الضوء على جزء بسيط من هذه المسيره الجهاديه العلميه اللي بكل جوانبها، والفكريه ايضا، اللي نقدر انه ممكن حلقه يوميه الى سنه كامله لحد ما نتحدث او نتكلم او نصف هذه الشخصيه العظيمه وابرز المحطات البارزه. قناة الأيام مستمرة بعرض التغطيات الخاصة كل يوم ساعة السادسة مساء، ونتحدث مع مختلف الضيوف الأكارم. تقبلوا تحياتي والتقيكم بتغطيات أخرى. إلى اللقاء.